صباح النور عليكم يا بناتي الغاليات. 4 ديال التعاليق في هذه السيمانه بوحدها، سبحان الله العظيم، سيمانه جاو 4 ديال التعاليق ديال بناتي الغاليات اللي عندهم مشكل مع الفيبروم. حبيباتي الغاليات، انا كنت درت لكم فيديو قديم قديم قديم، ولاني يمكن ما شفتوش، انا غنعاودو لكم بواحد الطريقه اخرى. حبيباتي غنجيب لكم يا بناتي الغاليات، بالنسبه للفيبروم عندكم واحد المده ديال 2 إلى 3 أشهر على اكثر تقدير، ما يبقاش عندكم ان شاء الله بحول الله الفيبروم، وغتقاد لكم الهرمونات ديالكم وغتنزل دورتكم الشهريه ان شاء الله بحول الله. حبيباتي، وحتى اللي كيتنزف كيهبط لها حشاكم الدم من هذاك الفيبروم، ما غيبقاش ان شاء الله بحول الله هذاك الدم ينزل، وهذاك الفيبروم كيبقى غادي كيتكمش بشويه 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 حتى كينزل حتى هو. حبيباتي، وكتشافوا ان شاء الله تعالى من هذاك الفيبروم، وكتقدوا لكم الهرمونات. ها انتما حبيباتي، ها هو هذا النبته اللي كنت جبت لكم شحال هذه، واللي عاوتاني جبتها لكم دابا، فعاله جدا في علاج الفيبروم. حبيباتي، ها انتما كتشوفوا القطف المالح، ها انتما شوفوه القطف المالح، هو حبيباتي داك النوع اللي وريت لكم قبل، كان الورقه ديالو شي شويه كبيره، هذا الورقه ديالو صغيره، ولكن ها انتما شوفوا حبيباتي، شوفوا الشكل ديالو. كتشدوا حبيباتي واحد المعلقه كبيره غير مملوءه، معلقه كبيره بلا ما تعمروها بزاف. حبيباتي، بسم الله، غنشدوا معلقه كبيره بحال هكا هكا بحال هكا. حبيباتي، بحال هكا غتشدوه وغديروا فواحد واحد الصفايه بحال هكا بحال هكا. تجيبوا واحد البانيو مثلا بحال هكا بحال هكا، ايوا كتجيب واحد الصفايه بحال هكا حبيباتي، وكديروا فيها هذاك القطف المالح بحال هكا، انتوما باش يدو داك الغبره منو، غتشلوه بالماء صافي باش تستعملوا. حبيباتي، بسم الله، شدوا بحال هكا، بسم الله، كتشلو غير من الماء، كتشلو من الغبره حبيباتي، غير بالماء عادي ديال الروبيني صافي. وغتشد واحد الكاس بحال هكا بحال هكا، كاس هانتوما القدر ديالو، كتكبو فيه هذاك معلقه كبيره اللي ما عمرتوهاش بزاف، القطف المالح حبيباتي، وغديروا عليها الماء طايب سخون. بسم الله بسم الله، اللهم يسر ولا تعسر، بسم الله بسم الله بسم الله، هانا هكا حبيباتي، وغتخليوها هاد الماء، كتشدو هاد الماء بحال هكا حبيباتي، كتشد واحد الطبيصيل عادي طبصيل، وكتغطيوها بحال هكا. انا غطيتها بهاد الطبصيل اللي فيه القطف المالح، المهم ماشي مشكل، غتغطيوها حبيباتي بحال هكا وتخليوها كطلق واحد 4 ساعة وهي كطلق، وصفيوها صفيوها القطف المالح هذاك ما عندكم ما ديروا به، لوحوه وشربوا هاد الماء 3 المرات في النهار، 3 المرات في النهار. حبيباتي الغاليات، هاد الوصفه اللي غديروها غتحيد لكم فيبروم، صافي غتهناو منو، غتهناو من هذاك الدم اللي كينزل كما قلت لكم، بحال كيجيكم بحال نزيف بعض الوحدات فيكم تنزل عليهم الدم، بعض الوحدات ما كينزلش، المهم كيكون بحال شي دم هابط من هذاك الفيبروم. حبيباتي، غتهناو منو ان شاء الله بحول الله. حاجه اخرى، غتقاد لكم الهرمونات وغتنزل دورتكم الشهريه الحقيقيه، لان كاين شحال من وحده كتسحبها هذيك دوره شهريه، وهي راه ماشي دوره شهريه، هذاك هي الدم اللي كيهبط من الفيبروم. شنو الحاجه اللي ما خصكمش تشربوها، والحاجه اللي ما خصكمش تاكلوها، والحاجه اللي خصكم ما تستعملوهاش حبيباتي في هاد الفتره اللي نتوما مراض بالفيبروم؟ اي حاجه فيها الاستروجين ما تضروش بها نهائيا. مثلا بحال وحده طلعت الكومونتير ودخلت ليهم داكشي تنشوفها، قالت لك اودي راني مريضه فيبروم، كندير الوصفه ديال حبه حلاوه والحلبه وما ردوش باش ننزل للدوره الشهريه. قلت لها اودي راه هذه الوصفه راه هي كتشد الشرق وانت كتشدي الغرب، هذه ما كتوافقكش نهائيا وما كتراكمش على الحاله ديالك. اي حاجه فيها الاستروجين ولو كان نباتي ولو كان طبيعي ما تستعملوهاش نهائيا نهائيا، بحال الحلبه، بحال مثلا حبه حلاوه، بحال مثلا السلميه، بحال حب رشاد، بحال مثلا بعض الاكلات الشعبيه كنديروها ديال الرفيسه كتكون فيها حب رشاد، كتكون فيها الحلبه، هذاك نهائيا ما تطوفيش بها، ما تشربيهاش، ما تاكليهاش نهائيا. حتى سميتو مثلا كيكون فيها حب رشاد، راس الحانوت ما تستعمليش نهائيا يا بنتي، كيف ما كان عمرك
كاينه وحده قالت لي انا في عمري 74 عام ما ديريش الحبيبه ديالي اي وصفه فيها مثلا حب رشاد، فيها الحلبه، فيها السلميه، فيها حبه حلاوه، اي اسمحوا لي، اي عشبه فيها واحد كمية الاستروجين، مثلا فول الصويا راه عامر بالاستروجين. وياكم تمشيو مثلا عند مول الزريعه تاخذوا الفول الصويا تقول راه يطلع هرمون الانوثه، هذاك الشيء كله ما كيصلحش للمراه اللي عندها الفيبروم. حبيباتي الغاليات، اي وحده عندها هذا المشكل ديال الفيبروم دير هذه الوصفه لاعلى اكثر تقدير، من مثلا تتبدا العلاج من شهر شهرين حتى 3 شهور على اكثر تقدير، وكتمشي عند ديري تحليلات وديري فحوصات وديري، ما تلقاي ان شاء الله بحول الله ما بقى فيك والو، وكتنظم الهرمونات ديالك وكتنزل دورتك الشهريه ان شاء الله بحول الله. يقدر هذاك الفيبروم يكون جاي مثلا على شي قرن من القرون وكيسد الدوره الشهريه، فهمتوني حبيباتي. تتمنى لكم العلاج في اقرب وقت ممكن، واللي عندها هذا المشكل دير هذه الوصفه حبيباتي. تتمنى لكم ان شاء الله بحول الله تنزل دورتكم الشهريه في اقرب وقت ممكن حبيباتي الغاليات. كنحبكم، كنموت عليكم، كانت معكم توريا الراس. السلام عليكم، السلام عليكم حبيباتي.